Thank you.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بمقامه وعظيم سلطانه،
هو الأول ولا شيء قبله، وهو الآخر ولا شيء بعده، وهو الظاهر ولا شيء فوقه، وهو الباطن ولا شيء دونه، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، لا يقضي أحد بعده. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسط الأرض ورفع السماء بلا عمد، وخلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينسى أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. والصلاة والسلام على أشرف وأطهر من في الأرض، قائد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، جاء بالحق من ربه فما ينطق عن الهوى، الصادق الأمين نسل الخيار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله البررة الأطهار وصحبه الكرام الأخيار ومن تبعهم وتبع نهجهم إلى يوم الدين ما تعاقب ليل ونهار. إخواني وأحبائي في الله، يقول تعالى في أول سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال جل شأنه في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وجاء في السنة الشريفة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أقلهن مهرا أكثرهن بركة، وفي رواية: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها أسرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله. أو كما قال وصدق رسولنا ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أمر بالنكاح وندب إليه، وجعل فيه المودة والسكينة والرحمة، وحرم السفاح وتوعد عليه، وجعل فيه الذل والعار والفقر والعذاب.
ثم إن الأمور كلها بيده جل وعلا، يقضي فيها ما يشاء ويحكم فيها ما يريد، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا يجتمعان اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر في كتاب قد سبق. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الزواج والنكاح على ما أمر به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، على ما أمر به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، على ما أمر به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا إخواني هي الزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة هي الجنة. نستغفر الله ونتوب إليه ونرجع من جميعنا، استغفر الله العظيم. وبعد، أعلمكم أيها الحاضرون الأفاضل بأن الشاب الفاضل أحمد بن موسى بن هارون بن إسماعيل الزجالي قد خطب الفتاة الفاضلة، وقد وافقت عليه ووافق وليها وساق لها من المهر ما اتفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتك وأنكحتك يا أحمد بن موسى بن هارون الزجالي بابنة موكلي كما أمر الله على سنة رسوله وعلى المهر المتفق عليه، قل قبلت منك تزويجها ونكاحها لنفسي والتزمت بشروط العقد الشرعي والمهر المعلوم على شهادة الله وملائكته والجماعة الحاضرين. زوجتك وأنكحتك يا أحمد بن موسى بن هارون الزجالي بابنة موكلي كما أمر الله على سنة رسوله وعلى المهر المتفق عليه، قل قبلت منك تزويجها ونكاحها لنفسي والتزمت بشروط العقد الشرعي والمهر المعلوم على شهادة الله وملائكته والجماعة الحاضرين. زوجتك وأنكحتك يا أحمد بن موسى بن هارون الزجالي كما أمر الله على سنة رسوله وعلى المهر المتفق عليه، قل قبلت منك تزويجها ونكاحها لنفسي والتزمت بشروط العقد الشرعي والمهر المعلوم على شهادة الله وملائكته والجماعة الحاضرين. اللهم اجعله زواجا مباركا، وبارك لهما وبارك عليهما، واجمع بينهما في خير وعافية وسعة رزق، وغنهما بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وهب لهما الذرية الصالحة وسعادتي الدنيا والآخرة، ولكافة المسلمين الحاضرين معنا والغائبين عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أخي العزيز أحمد بن موسى الزقالي، تشرفت اليوم بمشاركتك بهذه المناسبة السعيدة عليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويسهل كل أمورك وبالرفاء والبنين، والله يتم أمورك كلها على خير. ألف ألف مبروك أخوي أحمد، تستاهل كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والثناء والدعاء والرضا على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا في هذا اليوم المبارك بعقد قران ابني العزيز المحامي أحمد بن موسى بن هارون الزدقالي
على كريمة فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن سالم البريكي. هذا اليوم يوم مبارك، الله سبحانه وتعالى يحب مثل هذه المناسبات ويسهل لها جميع ما يلزم لها. الحمد لله مشى هذا عقد القران لأحمد على تمام وأكمل وجه، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بركة أولادي وإخواني من عائلة إسماعيل بن علي الزدجالي وعائلة محمود بن علي الزدجالي، شكرا لهم على مشاركتهم، وشكرا لهم على التنظيم، وشكرا لهم على استقبال الناس، وأخص بالشكر جميع الحاضرين الذين شرفونا من أماكن بعيدة وجزاهم الله خير، وأعتذر منهم أنا شخصيا نيابة عن أحمد وعن أولادي على التقصير أي كان، فلله الحمد من قبل ومن بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة ويحفظها من شر الزوال. أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لجميع المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها، وأن لا يدع لنا يا الله والمسلمين جميعا ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها ويسرها بيسر المن. ثم الشكر موصول لكم أنتم الإعلاميين على ما قمتم به من واجب وتصوير هذه المناسبة، ثم الشكر والتقدير لأصحاب الضيافة الذي أتونا من ولاية بركة وجزاهم الله ألف خير. الشكر موصول لصاحب المائدة الأستاذ ياسر البادي على هذا الأكل الجميل الطيب، والشكر للجميع من كبار ومن صغار من ساهم معنا وشاركنا في هذه المناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبارك للعريس أحمد بن موسى بن هارون الزجالي، كما نبارك لأهله وجماعته على هذا الفرح والإخراج الطيب، وبارك الله للعريسين، كما نشكر جميع المدعوين وجميع المنظمين وجميع الأخوة الحاضرين سواء في جامع السلطان أو في حدائق النخيل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.